المرة الماضية توقفنا عند إنه إحنا تقريبا خلصنا هذا المثال وإجينا عند جزئية البلوت للهيستوري، عشان إنه أنا أشوف الأمور إنه أنا أقدر أكتشف إنه أنا في عندي أوفر فيتنج أو لا. ف بدي أعمل run all، مش عامل connect لسه. كنا نحكي في الفيول بريدكت فيول افشنسي او الداتا سيت اللي هي او 2 ام بي جي مايل بير جالون، وشفنا عملنا استكشفنا البيانات وعملنا لها فيجواليزيشن بهذا الشكل، تمام. وشفنا انه الوزن له علاقه بالديسبيسمنت وله علاقه بعدد السلندرز وله علاقه كذلك بالام بي جي اللي هو المايل بير جالون، قديش انه السيارة بتمشي ميل على الجالون الواحد من البنزين. عملنا الموديل سيكوينشال، تمام. وفي انا عندي طبقتين دنس والاوتبوت واحد لانه انا عندي نيومريك هذا ريجريشن، وهي الانبوت هو عبارة عن عدد الفيتشرز تبعتي اللي هو الانبوت شيب بتساوي لين ترين داتا سيت دوت كيز. والاوبتمايزر مش ادم اللي هو روت مين سكويرد ايرور بروب، تمام. واللوس هو المين سكويرد ايرور، والمتريكس المين ابسوليوت والمين سكويرد. عملنا تريننج للموديل، تمام. قبل تريننج للموديل عملنا بريدكشن، اعتقد دوت سمري عملنا بريدكت قبل ما نعمل تريننج عشان نشوف انه الكونفيجريشن تبعي صحيح او لا، تمام. وبحب ان ااكد على النقطه هذه عشان تتاكد انه الامور تبعتك تمام، بدل ما انت تقضي وقت طويل في التريننج، تمام، وفي انت عندك اشكاليه في الموديل. فممكن تعمل بريدكت بالانيشال ويت الراندوم، اكيد البريدكشن راح يطلع غلط، بس الفكره انه هو شغال. فبضل الان انه احنا نعمل ابديت للويت بالتريننج، وهنا عملنا 1000 ايبوك. طيب الان الموديل دوت فيت بترجع عاده هيستوري، تمام. هو عباره عن كلاس في تنسر فلو بيخزن فيه المعلومات تبعت الايبوكس. الان المعلومات تبعت الايبوكس هذه انه بدنا نستخدمها عشان نعمل البلوت للفاليديشن ايرور وللتريننج ايرور. بس هنا في عندي شغله جديده انه بدي استدعي حاجه في الكول باك، انه هنا عرفتها في الكلاس هنا برنت دوت، لانه انا عندي 1000 ايبوك، مش منطقي انه انا اعمل سكرول ل 1000 لاين اشوف كل ايبوك انه كيف البروجريس تبعها. فبنستعيد عن هذا الكلام انه احنا نطبع دوت. فبالتالي بروح بعمل كلاس اسمه برنت دوت، وبعمل اكستند من الكيراس كول باك، تمام. وبعمل اوفررايد لميثود اسمها اون ايبوك اند، وهنا كل 100 ايبوك بروح بطبع نقطه بهذا الشكل. طبعا هنا طباعه النقطه زي ما حكينا انه انا اتاكد انه شغال التريننج، لانه زي ما حكينا انه في بعض الشغل انه ممكن انه يضل تريننج عده ايام، فبالتالي انه انا بدي اتاكد انه هو شغال تمام. فبالتالي هنا نعطي له التريننج داتا والليبلز، وهنا في انا عندي باراميتر اسمه فاليديشن سبليت، فبالتالي بروح باخذ 20% من التريننج بعمل عليها فاليديشن. وهنا الفيربوز حكينا اللي هي مستوى التفاصيل زيرو، لانه احنا استعدنا بهذا الموضوع بالدوت. وهنا بنحكي له بالكول باكس انه استدعي لي هذا الكلاس، وهذا الكلاس زي ما حكينا انه انونيموس، انه انا بعرف انونيموس اوبجكت من هذا الكلاس بهذا الشكل. عندنا هنشوف في الكول باكس انه انا ممكن استخدمها كذلك في حفظ الويتس، انه انا عندي كل ايبوك انه انا بدي احفظ الويت انا عندي في الديسك، فبالتالي انه الاوبتيمال ويت مش راح اخسرها لو انا عديت
يعني انا عندي على سبيل المثال 500 ايبوك والاوبتيمال ويت حصلتها في 380، فبالتالي انا بحفظ في كل دوره الويت تمام، فبالتالي بشوف اي ايبوك حصلت اقل ايرور هي 380 خلاص الويت تبعتها محفوظه. فكيف بستدعي انه انا احفظ الويتس انا عندي في كل ايبوك؟ برضو كذلك في الكول باك، وبدنا نستدعي ميثود معينه تمام. شفنا انه الهيستوري هذا عباره عن اوبجكت رحنا حملناه كديتا فريم واخذنا منه عمود الايبوك تمام، وشفنا التيل تبعه. التيل هو عباره عن مجموعه من الاعمده، هي عباره عن اللوس، مين ابسوليوت ايرور، سكويرد ايرور، ونفس الكلام بده يتكرر، لوس مين بس لمين؟ للفاليديشن. فهذا نفس الكلام، فاليد هنا لوس، هنا فاليديشن لوس، هنا مين ابسوليوت ايرور، هنا فال مين ابسوليوت ايرور، وهكذا. تمام، وهنا رقم الايبوك من 0 لغاية 999 ألف إيبوك. هذا الكود هو اللي بيعمل لي بلوت، بدي أعمل فيجر عادي. هنا أعطيت اسم للإكس ليبل للإكس أكسس، وهنا للواي. يبقى هنا في الإكس أكسس إيش راح يكون عندي؟ الإيبوك، والواي راح يكون المين أبسوليوت إيرور للأم بي جي تمام. فهنا راح اعمل بلوت. ايش اعمل بلوت؟ لايش؟ لهذا الاكس، لهذه النقطه اللي هي الاكس والواي. ايش هي الاكس؟ الايبوك، والواي المين ابسوليوت ايرور. وهنا بدي اعمل لاين ثاني برضه في نفس الرسمه، فهنا بلوت، هنا برضه بلوت، نفس الكلام ايبوك بس ايش؟ مع فاليديشن. يبقى هذا التريننج ايرور وهذا الفاليديشن ايرور. هذا اسمه الليبل تبع اللاين، هذا اسمه ترين ايرور وهذا فاليديشن ايرور تمام. وهنا رسمه ثانيه لايش؟ للمين سكويرد ايرور، هذا للمين ابسوليوت ايرور، اما هذا للمين سكويرد ايرور، نفس الكلام. فبالتالي هي الرسمه الاولى تمام، حكينا انه هاي التريننج باللون الازرق وهذا الفاليديشن باللون البرتقالي اذا انا مش غلطان. فبنلاحظ انه التريننج ايرور اقل من الفاليديشن ايرور، وهذا طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي، لانه انت بتعمل تيست على او بتحسب الايرور على على التريننج داتا، فبالتالي انه التريننج داتا اوريدي اتعلم عليها مرت عليه. اما الفاليديشن ايرور طبيعي جدا انه يكون اعلى تمام. الان بلاحظ انه التريننج ايرور في النازل والفاليديشن ايرور نقدر نقول انه في استقرار، في شك انه انا داخل في منطقه الاوفر فيتنج تمام. وهنا نفس الشيء بالنسبه للسكويرد، انا عندي التريننج ايرور في النازل كل ما زادت الايبوك، والفاليديشن في تذبذب ولكن انه ثابت نوعا ما هنا. بس بدي اضيف لي جزئيه انه الايرلي ستوبينج، انه ما دام صار في انا عندي استقرار في منطقه معينه تمام، فبالتالي هنا بروح بحط الخيار هذا اللي هو، خليني احطها زي هيك احسن، انه الايرلي ستوب هذا برضو عباره عن اوبجكت بدي اعرفه من الكول باك، فبالتالي كيراس كول باكس ايرلي ستوب. فبالتالي انه بدي احكي له انه اعمل لي ايرلي ستوب. ايش الشغله اللي بدك تعملها؟ مونيتور مراقبة، اللي هو الفاليديشن لوس، والبيشنس بتساوي 10. شو معنات هذا الكلام؟ شو معنات هذا الكلام؟ إذا آخر 10 إيبوكس ما فيش فيها إمبروفمنت، معنى ذلك إنه إذا الإيرور ما قلش خلاص ستوب. بالضبط. فبالتالي هنا في موديل دوت فيت راح نرجع الهيستوري عشان نعمل بلوت. ايش بدي اعطيله؟ الداتا لترين الاكس والواي والايبوكس، عدد الايبوكس، والفاليديشن سبليت 20%، فيربوس 0
ما تغيرش إشي. إيش الاختلاف أنا عندي هنا في الكول باك؟ اديته 2 في الكول باكس اللي هو إيش؟ إنه يطبع لي الدوت بالإضافة ل الستوب. فبالتالي الكول باك هذه شغلات بتشتغل في الباك إند إن صح التعبير وقت التريننج، وبتروح بتفحص بتشتغل كل مرة، كل ما يخلص إيبوك بروح بيشتغل. فبالتالي هنا كل ما تخلص إيبوك بروح بيستدعي هذا الكول باك اللي هو هذا وهذا، هذا بروح بفحص آخر 10 إيبوكس، إذا التريننج إيرور ما تحسنش خلاص بتوقف. فبالتالي هنا آخر إشي، يعني هنا إحنا بنعمل تريننج لغاية 1000 سواء كان في المين سكويرد أو المين أبسليوت أو العكس، المين أبسليوت أول والمين سكويرد. لكن هنا بالإيرلي ستوب إحنا توقفنا عند 80 لأنه خلاص بعد 80 إنه ما فيش إمبروفمنت، فبالتالي إنه بوفر عليا دورات في التدريب. فبالتالي هنا هذا بيقل وهذا بيقل، فبالتالي هذه أفضل إيرور أنا ممكن أوصلها، هذا بخصوص الترين والفاليديشن، هذا مين أبسليوت وهذا مين سكويرد، تمام؟ فبالتالي خلاص إنه إحنا بنثبت هنا على 80 إيبوك، وهنا بنروح نعمل إيفاليويت. في الإيفاليويت إيش راح يرجع لي؟ 3 متريكس. ليش؟ لأنه أنا أصلاً في الموديل دوت كومبايل شو حددت؟ المتريكس هدول بالإضافة لللوس، فبروح برجع لي إياهم الثلاثة، فبروح برجع لي مين أبسليوت مين سكوير بالإضافة لللوس. فهنا إيش راح يرجع لي؟ ثلاثة اللي هو اللوس والمين سكويرد والمين أبسليوت. فبالتالي هنا راح طبع واحدة منهم، ممكن نطبعهم هدول الثلاثة، فبالتالي الايرور أنا عندي 1.83 مايل بير جالون، فبالتالي الايرور بيكون 1 أور ماينس مايل بوينت 8 1.8، تمام؟ الآن ممكن نيجي نعمل بريدكشن نشوف إنه البريدكشن تبعي إنه أعمل بريدكشن للبيانات، وهنا بدي أشوف قديش إنه هي بتبعد عن اللاين هذا. فبالتالي إنه أنا شايف إنه البريدكشن تبعتي إنه كلها حوالين اللاين، ما عدا أنا عندي بعض النقاط إنه شوية الإيرور عالي بهذا الشكل. فبالتالي هنا عمل البريدكشن تبعي كسكتر، فبالتالي هنا الترو فاليوز وهنا البريدكشن، تمام؟ وهنا حط اللاين بهذا الشكل، تمام؟ يبقى الشغلة الجديدة اللي احنا تعلمناها هنا في البيزك ريجريشن انه احنا شفنا في الريجريشن احنا اخذنا البيزك كلاسيفيكيشن، والكلاسيفيكيشن اخذنا منه نوعين، انه يكون في عندي مالتي كلاس ليبل ويكون في عندي باينري كلاس ليبل. شفنا ايش الاوتبوت لاير المفروض يكون شكله، تمام؟ وزيادة هنا ايش تعلمنا؟ انه الريجريشن بيكون عبارة عن واحد والمتريك المناسبة لإله واللوس المناسبة لإله، بالإضافة للكول باكس اللي احنا تعلمناها اللي هي انه احنا نطبع دوت والإيل ستوبينج عشان انه احنا نمنع الأوفر فيتينج، تمام؟ يبقى بدك تخلي في بالك انه واحدة من طرق منع الاوفر فيتينج انه انت تعمل ايرلي ستوبينج. كيف بدك تعرف انه في عندك اوفر فيتينج؟ اتذكر هذا الكلام كويس، انه انت عندك التريننج في النازل والفاليديشن في استقرار، هذا اوفر فيتينج. كيف بدك تمنعه؟ خلاص بدك تمنعه انه يضله يحفظ في التريننج. فبالتالي واحدة من الطرق انه انت تعمل ايرلي ستوبينج. هنشوف طرق تانية باستخدام الدروب، تمام؟ طيب الان هنا كلام هذا انا حاولت ان نلخص لك اياه هنا،
انا بقارن بين الكاتيجوريكال كروس انتروبي والسبارس كروس كاتيجوريكال كروس انتروبي، تمام؟ انه كيف الشكل تبعها، هنا بطلع لي 1 2 3 وهنا انه بحولها انه ك 1 هوت انكودينج. لكن مش هو هذا اللي انا بدي اياه، انا اللي بدي اياه انه الملخص عشان انا احط لكم اياه هنا، انه ايش اللوس فانكشن اللي انت ممكن تستخدمها في الموديل دوت كومبايل، انه هنا في الريجريشن هذا الكلام. for regression والoptimizer الأفضل إنه أنت تستخدم مش آدم، تستخدم هذا اللي هو الروت RMS. تمام، هذا الكلام انت وين بدك تسويه؟ انه عند الموديل دوت كومبايل. طيب الان بدنا نشوف اللوس فانكشن فور باينري كلاسيفيكيشن. يبقى انا عندي الاوتبوت عباره عن 0 1 زي ايش؟ زي المثال تبع الهارت ديزيز. فبالتالي المثال تبع الهارت ديزيز انت ايش ممكن تستخدم؟ الاوبتمايزر ادم واللوس ممكن تختارها اللي هو باينري كروس انتروبي. طبعا هنا الاوتبوت وهنا نفس الكلام. كيف؟ بديش اقول لك ثابت، بس انه في الاغلب انه زي هيك. بمعنى انه ممكن اعامل هذه الزيرو والواحد انه هي على اساس انه هي ريجريشن، ممكن مش هذه انه الاوتبوت النيوميريك، صح؟ فبالتالي انه ممكن اعملها ك ريجريشن، فبالتالي انه الاوتبوت بيكون 1 نيورون، وهنا بستخدم انه مين سكويرد ايرور. عادي بتصير، بس انه مين الافضل في الاداء؟ هاي. فالفكره انه انا بعطي جايد لاينز انه ايش الافضل، لكن انه هذه ممكن استخدمها في الباينري كلاسيفيكيشن، ممكن. وفي المالتي كلاس احنا شفنا ايش؟ شفنا الداتا ست هاي اللي هي اعتقد كانت التايتانيك، لا مش التايتانيك باينري كانت، لانه سيرفايفد او لا، اللي هي الايريس. ممكن اجيبها من الجيت هاب.
بالمناسبة أنا في الجيت هاب أعطيت يعني عملت بوش للنوت بوكس اللي احنا كتبناهم على الكولاب، من ناحية انه اول ما بدينا من البداية انه انا كيف احمل الداتا سيت، فبلاقيها هنا كلها تحت الكي راس الايريس. هاي هنا ممكن استخدم جايين على loss function for multi classes زي الايرس، تمام. فهنا انه انا بستخدم loss اللي هو sparse categorical cross entropy، والاوتبوت بيكون شكله زي هيك عادة. عبارة عن dense 3 اللي هي عدد الكلاس ليبل والاكتيفيشن سوفت ماكس، تمام. اما هذا انه عبارة عن 1 نيورون والديفولت اللي هي السيجمويد، وهذا برضو 1 نيورون والديفولت هي السيجمويد. الاوبتمايزر ممكن استخدم ادم، فبالتالي هنا عندي 3 حالات. عندي للريجريشن وللباينري كلاسيفيكيشن، وللمالتي كلاسز، تمام. فبالتالي هذا الجايد هاي الجايد انه كتير مهم بالنسبة لنا. طيب هديت انه احنا اخذنا بشكل اساسي للثلاث حالات هدول. ايش في عندي loss function تانية؟ بدي ارجع هنا على selected keras، وهنا حطيت لك اياهم هنا في list. هنا في عندي list لللايرز. لغاية الآن احنا بنتعامل مع الـ FC. ايش هو الـ FC؟ الدنس، تمام؟ في عندي layers تانية، في عندي layers تانية زي الـ convolution أو زي عندي الـ recurrent. recurrent هدول حناخدهم وين؟ في الـ CNN والـ recurrent. هدول حناخد أنواع مختلفة من الـ layers. بس أنت إذا بدك تلقي نظرة عن الـ layers المختلفة، احنا لغاية الآن بنستخدم الدنس. فبدك تلقي نظرة ايش في، انا عندي كلاسز في اللايرز، فهيهم انت عندك الليستة هنا. في عندك افريج بولينج بنستخدمها بعض الكونفولوشن، في عندك الكونفولوشن 1D كونفولوشن 2D وهكذا، تمام. احنا لغاية الان بنستخدم الدنس هاي. طيب هذه شغلة. الشغلة الثانية انه ايش الاكتيفيشن فانكشن اللي انت ممكن تستخدمها؟ هل دايما استخدم الريلو؟ في انا عندي اكتيفيشن فانكشن ثاني. احنا حكينا انه الريلو هي الكومون، هي الشائعة استخدام. ليش؟ لانه المساوئ تبعتها اقل من مساوئ الاكتيفيشن فانكشن الثانيه. ايش هي الاكتيفيشن فانكشن الثانيه؟ هاي هم عندك اياهم في لسته. في عندك التان اتش، في عندك لينير، في عندك سيجمويد، في عندك سوفت ماكس،
سوفت ماكس بنستخدمها عادة في الاوتبوت تمام. وعندك التان تان اتش تانجنت تانجنت هايبربوليك تمام. فهدول انت لو بدك تشوف كل واحدة ايش الشكل تبعهم بدك تطلع لي هنا على على اكتيفيشن. تعمل سيرش هنا في البلوك على الاكتيفيشن وهنا الكومون اكتيفيشن فانكشن بتشوف الرسمات تبعتهم. طبعا هنا البرسبترون بتطلع لي انا عندي يا 0 يا 1 حسب الاوتبوت اللي انا بطلع معايا. السيجمويد بيكون شكلها زي هيك، بيكون الفاليو تبعته بين الزيرو والواحد. طبعا انا بحكي على الواي، الواي تطلع قديش الرينج تبعها بين الزيرو والواحد. على ايش بتعتمد؟ على قديش الناتج اللي طالع. يعني لو كان ماينس 10 بيطلع زيرو، لو كان على سبيل المثال ماينس 0.2 او ماينس 2 بيطلع انا عندي في المنطقة هذه، لو كان انا عندي 5 بيطلع 1، 4 بيطلع 0.9 وهكذا. هاي المعادلة تبعتها. الهايبربوليك كيف شكلها؟ انه انا بنزل هنا بالماينس، فبالتالي الرينج تبعها من ماينس 1 ل 1، فبالتالي عند فترة معينة خلينا نقول هنا من ماينس 1 ل 1 انه بتاخذ بشكل متدرج بشكل لينير، وبعد هيك بتثبت من الجهة هذه وبتثبت من الجهة هذه تمام. في انا عندي الريكتيفاير اللي هي الاصل تبع الريلو، انه بتكون بهذا الشكل انه بتضلها زيرو طالما هو بالماينس، اذا صار اكثر من واحد بتصير لينير زي هيك تمام. الريلو مش موجود الرسمه تبعتها هنا، ف اوكي ممكن انه هي هذه، هي نفسها، هي هذه اللي احنا شفناها في الاخر، هذه هي الريلو. الريلو انه ريكتيفاير فانكشن، فبالتالي شكلها بيكون زي هيك انه الواي بتكون زيرو تمام طالما كان بالماينس. اول ما بتبدا انه تصير انا عندي الاوتبوت طالع بالموجب، فبالتالي بتصير لينير، الواي بتساوي الاكس، فبالتالي هنا الواي بتساوي زيرو طالما بالماينس، وهنا الواي بتساوي اكس اذا الاكس اكبر من او تساوي الزيرو. هو مفهوم الاكتيفيشن زي ما انت قلت انه انت فعليا انه انت بتفعل الاوتبوت للنيورونز اللي انت متصل فيها في اللايرز اللي بعدك او لا. بس انت لو جيت قارنت يعني بقيه الاكتيفيشن فانكشن، هذا الكلام برضو موجود هنا بس برينجز مختلفه. بس لو اطلعت انت لو دخلنا في شويه رياضيات انه مين افضل في الجريدينت، الافضل واحده فيهم في الجريدينت واللي بتمنع الاوفر فيتنج، وانه الويتس انه تضلها انه هي انه 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 تزيد اللي هي الريلو، لانه انت بتعمل فعليا ريكتيفاينج لل ريكتيفاي يعني تقويم للاوتبوت. ريكتيفاي معناها حرفيا تقويم. بالضبط بالضبط صحيح تمام.
طبعا هذا الكلام اكسبيرمنتالي، هذا الكلام اكسبيرمنتالي انه اتس بروفد اكسبيرمنتالي. تقدرش تقول انه انت تجزم طوال الوقت انه تقول انه ريلو هي الافضل، بس اكسبيرمنتالي في اغلب البروبلمز انه ريلو هي الافضل، هي الافضل من ناحيه اكتيفيشن او من ناحيه انه تريننج. طبعا هذه شغله كثير مهمه جدا. تمام، عدا ذلك انا اديتك مجموعه من الاوبتمايزر حكيت لك اياهم للثلاث فئات من المشاكل، اللي هي انه يكون في عندك باينري كلاسيفيكيشن، ريجريشن، مالتي كلاسز. بدك تشوف البقيه، هيهم موجودين برضو عندك في الليسته هنا. في عندك كثير من الاوبتمايزرز، في عندك آدم، في عندك آدا دلتا، في عندك آدا ماكس، في عندك نادم، واللي هو الRMS والSGD Stochastic Gradient Descent. فبالتالي هدول عبارة عن Optimizers، والهدف تبعهم برضو برجع بكرر معاك إنه أنت تفهم الكونسبت، إنه الهدف تبعها إنه هي عبارة عن طريقة في السيرش. ايش بتدور؟ بتدور على الموديل اللي له ايرور اقل. فبالتالي هيدي عبارة عن سيرش الجوريثمز مختلفة. بعد هيك اللوس فانكشن، انا اديتك ايش هي اللوس فانكشن برضو كذلك للتلات انواع من الاوتبوت، وهي الليستة كاملة هنا. والمتريكس كذلك نفس الشيء. تمام؟ في انت عندك متريكس انه اديتك الشائعه يعني اللي هي المين ابسوليوت، تقريبا اخذناهم كلهم. فهي انت عندك هنا اللوس فانكشن، ايش في عندك؟ باينري كروس انتروبي، كاتيجوريكال كروس انتروبي، كاتيجوريكال هينج الى اخره. تمام، وهنا انت بتلاقي انه دوكيومنتيشن عليها. تمام، طيب هيك نقدر ندخل في مرحلة الاستيميتور. ايش هي الاستيميتور؟ لغاية الان في سؤال؟ انتم في السياق ولا مش في السياق؟ out of context ولا within the context؟ أنا إيش بحاول أعمل يا جماعة؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي إيش أنا بحاول أعمل؟ لا أنت وسعتها كتير. أنا بحاول أعطي لك جايد عام إنه أنت كيف تختار هدول الشغلات، لأنه في شغلات كتيرة. فبالتالي ايش اعطيتك؟ regression, binary classification و multi classes. ايش الشغلات اللي انت بدك تختارها؟ سواء كان في loss, optimizer, output. ثلاث شغلات loss, optimizer, output. هنا شوف طلع معايا loss, optimizer, output. loss, optimizer, output. تمام؟ الان في غيرهم هدول loss والoptimizers والoutput، في غيرهم كتير. وين موجودات؟ هاي في عندك activation function مختلفة، في عندك optimizers مختلفة، loss مختلفة، layers مختلفة. تمام؟ ف انه انت كيف بدك تختارها، كيف بدك تستخدمها، هاي الجايد عندك هنا. هاي بس اللي بحاول انه اعمل. فبالتالي انه انا بدي اياك انه انت بس تستوعب هذا الكونسبت. بعد ما احنا نجحنا انه احنا نكتب اول موديل او ثلاثة موديلز على الاقل، احنا عملنا ثلاثة موديلز للشغلات هدول، ثلاثة موديلز للريجريشن، باينري ومالتي كلاسز، كتبناهم الثلاثة هدول من الصفر. صار في معنا شوية باجز، طولنا فيهم شوية، اي نعم صحيح، ولكن انه احنا كتبناهم. بضل الخيار بعد هيك انه احنا بدنا نصير نختار بين اللوس فانكشنز وبين الاوبتمايزرز. فهذا هو الجايد، برجع هنا. تمام؟ استوعبنا السياق؟ طيب الان بدنا نروح لشغلة هاي ليفل اكتر، مجرد من التفاصيل. هذا كله كيراس. نعم كله كيراس.
بس الباك اند تبعه تنسر فلو. تمام. احنا دخلنا في تنسر فلو في البدايه انه احنا شفنا ايش هو التنسر وانه ايش الفرق بين الايجر والدايناميك والستاتيك اكسكيوشن. تمام. وشفنا انه انت ممكن هنا بعد ما نخلص الاستيميتور انه انت ممكن تكتب الاستيميتور الخاص فيك انت تخصصه، ساعتها بده يكون في عندك معرفه باكثر في التنسر فلو. فهجيت احنا بدنا نيجي لهاي ليفل اعلى. تمام. من البيزك ريجريشن والكلاسيفيكيشن احنا ايش بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم حاجه اسمها استيميتور. ايش هي الاستيميتورز؟ هي عباره عن هاي ليفل تنسور فلو اي بي اي. تمام. ايش الهدف تبعها؟ greatly simplifies machine learning programming. فبالتالي انت بدك تيجي تبرمج تكتب machine learning model او تعمل machine learning model، فبالتالي انه هنا سهل جدا انه تتعامل معها. تمام. الاستيميتور ايش بيحاول انه هو يبسط لك هدول الاكشنز: training, evaluation, prediction، بالإضافة ل export for saving. هنا ممكن أنت تستخدم pre-made estimator، estimator جاهز، أو تكتب your own custom estimator. ممكن تحتاج إنه أنت فعلياً بشكل متقدم إنه أنت تعمل استيميتور متقدم، ساعتها بدك تخصص استيميتور فبدك تكتب الاستيميتور الخاص فيك. احنا في المرحله هذه ايش بدنا نعمل؟ بدنا نستخدم البريميد. البريميد من هم ولا من اوثرز؟ كمان مره سؤال. من اوثرز خارجيين يعني عملوا كونتريبيوشن على الكلاس ولا من نفسهم؟ لا هم من نفسهم، بس انه الكونتريبيوشن ممكن تكون انه كونتريبيوشن بريميد كامل او ممكن يكون تعديلات. طيب نشوف هنا هذه التوتوريال احنا ايش بدنا نسوي. بدنا نعمل لينير موديل. لا خليني انا اخذ هذا المثال. انا عندي هنا هذا دي ان ان كلاسيفاير. حقيت هذا الكلام كله مر علينا سابقا، هو فعليا انا عملت واحد عدلت عليه هذا لانه انا حاولت ان انا ابسطه، فممكن نعمل له open notebook هذا. فبالتالي بدنا نستخدم pre-made estimator عشان نعمل iris classification باستخدام الـ DNN classifier. DNN طبعا اختصار لـ Deep Neural Network، بدي استخدمها في الـ classification. classification ليش؟ لأنه أنا عندي الـ iris عبارة عن multi classes، ثلاث أنواع من الزهرات. تمام؟ طبعا هذا الـ import للـ TensorFlow، صار أنا عندي النظام هنا بعد الـ release candidate إنه خلص صارت الإشي جاهز موجود في الـ collab. فبالتالي هنا بحاول ان هو يعمل امبورت للتنسور فلو 2x. تمام.
اذا صار اكسبشن بيعمل باس بعملش ولا شيء. وهنا بعمل تنسر امبورت تنسر فلو از تي اف. فبالتالي هنا هاي تنسر فلو 2 سيلكتد. طبعا الداتا ست تبعتي احنا عارفينها، انا في عندي اربع اعمده، سيبل لينث بيتا لينث سيبل لينث سيبل ويث بيتا لينث بيتا ويث، هدول الاربعه هاي هون في ليست تمام، بالاضافه للكلاس ليبل. والكلاس ليبل انا في عندي ثلاثه كلاسز، انواع الزهرات سيتوسا فيرسي كلر فيرجينيكا. طبعا الداتا سيت انا جبتهم من يعني عملهم داونلود، انه هنا مقسمات، هنا ستورج جوجل اي بي ايز دوت كوم داونلود تنسر فلو. انا في عندي هنا ايريس تريننج وايريس تيست، حملهم الاثنين قراهم كسي اس في تمام. وهنا عملنا ديسكرايب ترانسبوز عشان انه الكاونت والمين وهدول المعلومات تصير انا عندي هنا فوق، وهنا الاعمده بتصير انه تحت. فبالتالي عندي في التريننج 120. قديش ضل التست؟ قديش؟ طبعا هو السؤال يعني كتير نايف، بس هو يعتبر بالون اختبار قديش انه انتم متابعين معايا. الايريس داتا سيت قديش فيها؟ 150. فهنا انا عندي في الترين 120، فبالتالي التست 30 تمام مصحصحين. طيب خليني اعمل رن اول احسن عشان انه ما فيش داعي كل مره. هاي الهيد بتاكد من البيانات. هنا عم يعني جهزت الواي، ايش عملت؟ بوب. فبالتالي هنا السبيشيز بتروح من الترين، ونفس الوقت انه بتتخزن في الترين واي، ونفس الشيء بالنسبه للتست. فهنا ترين دوت هيت هاي، وما فيش فيه الواي، ما فيش فيه السبيشيز، هذا العمود اللي هو التارجت تبعي. طيب هذا الكلام كله اللي فوق مر علينا قبل هيك صح؟ ايش الجديد انا عندي هنا؟ انه وهذا كمان برضه لسه احنا ما خلصناش، بدنا نجهز البيانات. بدنا نجهز البيانات، ايش بدنا نعطي له هنا؟ الفيتشرز والليبل، وهنا تريننج. اذا كانت الداتا ست ترين انه بدنا نعمل شفل بالضبط تمام. والباتش سايز هذه الداله مرت علينا قبل هيك عشان انه احنا نحول من الداتا فريم لتنسر فلو، اللي هو from tensor slices بدنا نديله الفيتشرز والليبلز بهذا الشكل. وهنا اذا كانت الداتا سيت تريننج بدنا نعمل شفل للداتا سيت، وبدنا نجهزها بنظام الباتش. والباتش باي ديفولت انا عندي 64 هنا، وهذه برضو مرت علينا قبل هيك انه احنا ايش بنسوي؟ بنروح بنجهز الفيتشرز عشان انه تكون هي الانبوت لاير. فايش بروح بعمل؟ بعمل لستة فاضية، فبروح بلف على كل فيتشر وبروح بحاوله أبنت، بعمل تحويل هنا تي اف فيتشر كولوم نيوميريك كولوم بهذا الشكل. لغايه الان هذا كله مر علينا سابقا. الان كيف بدنا نعمل دي ان ان كلاسيفاير؟ ايش انا في عندي؟ في عندي ثلاث انواع. في عندي دي ان ان كلاسيفاير، هو عباره عن ديب موديل للمالتي كلاس تمام. وفي عندي دي ان ان كومبايند كلاسيفاير، هي عباره عن ديب موديل كذلك، ممكن يستخدم للباينري وممكن يستخدم للمالتي كلاسز. وفي هنا عندي اللينير كلاسيفاير، هو عباره عن لينير كلاسيفاير او لينير موديل. لينير معنى ذلك انه في النهايه راح يصنف انا عندي 0 1 بهذا الشكل. احنا راح نستخدم ما دام انا عندي يعني ثلاثه كلاسز، راح نستخدم هذا الكلاس اللي هو دي ان ان كلاسيفاير. كيف بعرفه؟ كلاسيفاير بتساوي تي اف استيميتور دي ان ان كلاسيفاير. ايش بدي له؟ الفيتشر كولوم، هذا الانبوت.
بعد هيك الهيدن يونتس، هدول هما الهيدن لايرز. بدل ما اعمل تي اف او الموديل دوت اد تي اف كيراس لايرز دنس وتحط عدد النيورونز والاكتيفيشن فانكشن، خلص بحطهم هنا في لستة. فبالتالي انا عندي اللاير الاول فيه 30 نيورون واللاير الثاني فيه 10، وهنا اخر حاجه ان كلاسز بتساوي 3. فبالتالي هذا الانبوت هيدن لايرز اوتبوت. فبالتالي هنا زي ما احنا شايفين انه الاستيميتور فعليا تعمل سمبليفاي للماشين ليرنينج، انه انت كيف بدك تعرف موديل بالثلاث اسطر هدول. تمام. كيف الترين كلاسيفاير دوت ترين، ايش بدنا نديله هنا؟ الانبوت فانكشن. الانبوت فانكشن هي احنا عرفناها هنا، هذه ايش الهدف تبعها؟ انه تجهز لي الداتا سيت على شكل تنسور فلو. ايش بتعمل؟ بتحول من باندا لتنسور فلو داتا سيت، وبتعمل شافل وبتجهز الباتش. ثلاث شغلات. فبالتالي هنا عبارة عن لامدا، ايش بستدعي؟ بستدعي هذه الفانكشن، ايش بديله؟ ترين اكس او ترين وترين واي، وانه الداتا سيت هذه عبارة عن ترينينج عشان يعمل شافل. والستيبس انا عندي 5000. فبالتالي هيو ببدأ يعمل ترينينج، ايش بيعطيني معلومات؟ قديش اللوس؟ بهذا الشكل في كل خطوة، وكل خطوة قديش اخذت. بعد ما يخلص يبقى اللوس في الفاينل ستيب هيو 0.45. الايفاليويشن كيف؟ انت فتحت اللي لا انا هذا معدل عليه، لانه في شغلات انه مش ضرورية. الباتش سايز هذه حاولي انه انت تقلليها، وحاطها كبيرة، انا حطيتها 64 بما يتناسب مع حجم الداتا سيت. بعد هيك الايفاليويت برضه نفس الفكره، بدي اديله انه يجهز لي الداتا سيت التست داتا كتنسور فلو. فهنا الانبوت فانكشن تيست تيست واي، وهنا تريننج بتساوي فولس. فبطبع الاكيوريسي، قديش طلعت الاكيوريسي؟ 70%. تمام. قديش طلعت معي؟ 90 طيب هجيت انا ممكن اعمل هنا ريسيت. ورن اول. لا طلعت معي اعلى من هيك قبل، يعني قبل طلعت أسوأ. هي الداتا ست صغيرة وسنسيتيف في طريقة انه يعني هذه الداتا ست سنسيتيف، فبالتالي انه طريقة التريننج وانه هو كيف توقف، يعني انه على اي حال. بعد هيك انه بدنا نعمل بريدكشن. فجيت انا حطيت الاكسبكتد انه انا عندي ثلاثة كلاسز بده يطلع واحد منهم، وهنا بريدكت اكس حطيتها على شكل ديكشنري. ها
هاي اسم العمود الفاليوز، اسم العمود الفاليوز، اسم العمود الفاليوز. تمام. فبالتالي هنا انا عندي ثلاث قيم. معنى ذلك انه لما يكون انا عندي 5 و1 3 و3 1 و7 و.5 ايش بيكون؟ سيتوسا. ولما يكون 5 9 3 4 2 1 5 فيرسيكولر وهكذا. تمام. فهنا عمل بريدكت، انه جهز الفانكشن اللي تعمل لي بريدكت، كتبها انه زي هيك. تمام. وانه البريدكشن بتساوي كلاسيفاير دوت بريدكت، وهنا اعطاله البريدكت اكس اللي هو هذا الدكشنري. هنا راح اعرض البريدكشن، فبالتالي على سبيل المثال انه اخذ اول عنصر، هنا حكى انه سيتوسا، انه طلعوا كبروبابيليتي سيتوسا انه متاكد منها 91%، فيرسي كلر 57، وفيرجينيكا 62. لا انا عندي 3 اكزامبلز. تمام. الاكزامبل الاول اعلى كلاس كان سيتوسا 91، والبقيه راح يكون اللي هو 9% الباقيات، اللي هو الكلاسز الثانية، اللي هو الفيرسي كولر والفيرجينيكا. تمام. انا بعمل تيست للثلاث اكزامبلز، هنا بجيب ليش البروبابيليتي للثلاث كلاسز، هنا جاب لي بس الكلاس الاعلى، وهنا بحكي لي انه الاكسبكتد سيتوسا واعلى قيمه اللي هي السيتوسا، وهنا فيرسي كولر واعلى قيمه فيرسي كولر 57، وهنا فيرجينيكا فيرجينيكا. تمام. طبعا هذا الكلام انه انت بورجي لك انه انت كيف يعني ممكن انه انت تعمل تيست او بريدكت لاكزامبل، بيساعدك انه انت كيف تعمل ديبلوي للسيستم، يعني للسيستم تبعك. تمام. كيف ممكن صحيح؟ نعم. بس هنا كبرمجة انت تعال تطلع على الجزئية اللي انت بتبرمج فيها، يعني احنا كان في عنا انه انت بتعرف sequential model وبتضيف عليه layers وبتعمل compile وبتعرف optimizer وكل هذا الكلام، هذه دوشة كلها ارتحت منها باستخدام الoptimizer الestimator. فهنا انه احنا حكينا في عندي ثلاث انواع من problems: regression، binary classification، multi class classification. فهذا DNN classifier بزبط لهاي. تمام. بدك تستخدم regression، في عندك بدل هنا DNN classifier في عندك DNN regressor. تمام. فالان كيف لانه الداتا سيت اوريدي مقسومه، انه هنا لما هي ترين ايريس ترين ايريس ترين، بس خلي بالك هنا انه هنا في الترين ما استخدمش التست خالص، استخدمها في الايفالويت. هنا في خطوه الترين، هنا في خطوه الترين بتعمل سبلاي للفاليديشن سيت. انا بقصد انه في الموديل العادي، انه انت لما تقسم ترين فاليديشن تيست، بدك تستخدم انه انت تحسب الايرور على الفاليديشن، بتعمل سبلاي للفاليديشن داتا سيت هنا في مرحله الترين اللي هي الفيت في السيكوينشال اللي هي الموديل دوت فيت. تمام. هجيت هادي لا هيك عملت سبلاي للداتا سيت اللي هو الانبوت فانكشن، انه اديته اياها زي هيك. ممكن يكون في عندك باراميتر انه تقول له اقسم لي اياهم، فعشان هيك انه بدي ارجع للدوكيومنتيشن. يعني هنا
نكتب هنا دي انان كلاسي فاير وهنا بدنا نشوف الميثود train هنا feature columns hidden unit optimizer هنا هنا في شغلات default كتير learning rate هو حاله محدده هنا regularization هاجيت في خطوة الترين هاي الانبوت وهنا ايفاليويت هاجيت في الترين هاي الميثود ايفاليويشن دايركتوري ايفاليويت اكسبورت get variable names predict PR high train train ايش بياخد ال input وال logs وال steps وال max steps لا ما فيش لا بالضبط هنا بحسب ال error على training كله مش انه بياخد جزئية انه بيحسب عليها error بيحسب بالايرور على التريننج كله تمام ماشي بس وين بدك تعملها سبلاي بديكت بصير انه هاي تيست يعني هو هيك نظامه مثلا الاخير بس البرمجه لو بدي احطه في ريال لايف انه انت كيف بالضبط وهذا احنا حنسويه لاحقا زي ما وعدناكم انه الكلوثز كلاسيفيكيشن بعد ما ناخده من نظام السي ان ان لانه احنا اخذناه من نظام اللي هو تنسر فلو عادي سيكوينشال عرفنا كذا لاير وعملنا فلاتن لقيت احنا بدنا نعمله نظام سي ان ان عشان نحنا تكون نسبه البريدكشن عاليه تمام حناخده حنعمل عليه ديبلوي وحنعمل تطبيق اندرويد يفترض انه واحدة يعني حستعين فيكم انه نعمل تطبيق اندرويد وانه الديبلوي علي هنا هعمل ريست اي بي اي وتطبيق الاندرويد بروح بيستخدم ريست اي بي اي هاي ديبلوي للموديل على الهوروكو فلاسك ايش المشكله بدك تعمل بروس فايل بدك تعمل بروس فايل انه بدك ما تشغليه بنظام الجيني جي ان يو روك اعملي لي شير على الريبوزيتوري انا بعمل ديبلوي على هوروكو يعني انت خلصت الاندرويد ابلكيشن فيش في شغل الاندرويد هاجيت الفلاسك اللي انت عملتيه انه بيحمل تنسر فلو موديل انه بياخد وبيعمل بريدكت هذا شغال بس المشكلة في الديبلوي طيب اعملي لي شير على الريبوزيتوري وانا بعمل ديبلوي على الهوروكو حسابي على الجيت هاب هاي يوزر نيم هيك بدون دوت ممتاز سعد تمام طيب الان طبعا هذا لينير
هلقيت البقية هدول وينهم موجودات؟ اللينك تبعهم يعني أنا يعني مع كثرة اللينكس إنه كل مرة بدخل على نفس السايت بس بتوه، بحاول إني أجمع اللينكس قدر الإمكان وأرتب لكم إياه إنه يكون الموضوع مرتب أكثر، بحيث إنه أنت لما تيجي بدك يعني تسترجع أي معلومة تسترجعها بشكل سريع. فأنا في عندي هنا لينك اسمه tutorials، شايفه معايا ولا لا؟ Control F. يا سلام عليك. طيب انا ممكن اجيب لك اياه، ممكن انا استرجعه. فهنا بنروح على الجيت هاب، نفتح .com/tensorflow/docs. هذا الدوكيومنتيشن كله، هذا اللي موجود على السايت، هذا كله موجود على الجيت هاب، تمام؟ ف احنا في اي تاب كنا؟ في هذا، تمام، اللي هو github.com/tensorflow/docs. هنا في الدوكس بتروح على السايت English tutorials Keras، او مش Keras، estimators. تمام، في عندي المثال هذا للنينيار، وفي عندي هنا اللي هو البوستد تريز. بيشتغل على التايتانيك داتا سيت. ايش بحاول انه يعمل في البوستد تريز؟ شو علاقة التريز بالنيورال نتورك؟ هل هي ديسيجن تري؟ هل هي ديسيجن تري؟ هي عبارة عن مدام بوستينج، هي عبارة عن trees of neural network، وبعملها بوستينج، نفس نظام البوستينج اللي احنا شفناه، انه كل مرة بروح بعمل موديل جديد وبركز على الاكزامبلز اللي غلط فيهم، فبالتالي بيصير في عندي سلسلة من المودلز بعملها بوستينج، بحسن في الموديل باستمرار، فبالتالي انه هذه الشغلة انه موجودة هيها في النيورال نتورك، معمولة كاستيميتور، تمام؟ فبالتالي هذه عبارة عن tree of neural network، tree of deep neural networks، تمام؟ فهذا الكلام احنا صحيح، بس الموديل تبعتي عبارة عن ايش؟ neural network. طيب هجيت هنا عامل ايش؟ baseline عبارة عن linear classifier عادي، تمام؟ وهي طبعا نتيجة قديش معاه، وبعد هيك ايش عمل؟ boosted trees classifier، وشاف ايش النتيجة اللي بتطلع معاه بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انه التعامل معاه سهل جدا. احنا ايش بدنا ناخد؟ بدنا نحاول انه نشوف DNN rig resource. طيب هينا مثال عليه، معرف دي ان ان ريجريسور ايش معطيله؟ نفس الكلام اللي هو الفيتشر كولوم والهيدن يونتس، بس
تمام؟ ما فيش داعي انه يعطي له اوتبوت لانه عارف انه الاوتبوت عباره عن واحد وبده يعمل له ريجريشن. فالمطلوب منك الان انه انت ايش بدك تسوي؟ بدك تستعين بهذا الدوكيومنتيشن وبدك تقرا الداتا سيت هذه تبعت تبعت الهاوس برايسنج مالبورن هاوس برايسنج داتا سيت هاي هالفول. تمام، اليو ار ال محطوط على الجروب تبعت الفيسبوك، تحاول انت تقراها وتعمل اكسكلود لكل الكاتيجوريكال او ممكن تخليهم لانه هنا عندك وين انا كنت. ايوه هنا، لا مش هذه، هيو هنا متعامل مع الكاتيجوريكال ومع النيوميريك انه هو انه حاول انه هو يدمجهم مع بعض. هذا كلام برضو بتلاقيه وين في اللينير ايوديان ان ريجريسور. ركز معايا عشان تعرف ايش المطلوب منك. المطلوب منك يا سيد العزيز هو في عندك هنا لينك هذا اللينير كلاسيفاير ابلايد تو تايتانيك اون تايتانيك داتا سيت. ايش بتلاحظ فيه؟ بتلاحظ انه انا في عندي بعض الاعمده هنا، هنا ما فيش اوتبوت. اوكي خليني افتحه في الكولاب عشان اورجي لك كيف شكل الداتا سيت، تستحضرها وتشوف كيف تتعامل معها. ايش في هنا عندي الاتريبيوتس؟ هذه عباره عن كاتيجوري، هذه عباره عن نيوميريك، هذه نيوميريك نيوميريك، هذه نيوميريك بهذا الشكل. فبالتالي انا في عندي مجموعه من الاتريبيوتس اللي عباره عن كاتيجوري ومجموعه من الاتريبيوتس الثانيه اللي عباره عن هنا ايش عامل؟ راح حط الكاتيجوريكال كولومز في لستة والنيوميريك كولوم في لستة، وهنا راح اعرف في فيتشر كولوم، راح لف عليهم كلهم وراح حولهم ل تنسر فلو فيتشر. النيوميريك راح عمل تي اف فيتشر كولوم كاتيجوريكال كولوم ويذ فوكابلري ليست، واداله هنا الفيتشر نيم والفوكابلري هيها موجوده هنا. تمام، اما النيوميريك برضه لف عليه نفس الطريقه وايش حوله؟ تي اف فيتشر كولوم. فبالتالي هذه الليسته عبارة عن combined بين الكاتيجوري والنيوميريك. فأنت ممكن تسوي هاي الشغلة، أو ممكن إنه أنت إذا بدك تسهل على حالك إنه أنت تعمل اكسكلود للنيوميريك كولوم وتستخدم الدي إن إن ريجريسور. تمام؟ الدي إن إن ريجريسور بتروح تفتح هنا بالضبط. كاتيجوريكال هنا بتفتح تنسر فلو وبتكتب دي ان ان ريج ريسور، افتح لك الدوكيومنتيشن. النمبر 1 صح؟ الاستيميت مش انت كنت بتقول الاول
كيف؟ اول لينك اه اول لينك فهنا بورجي لك انه انت كيف عرفت، بتدي له الفيتشر كولوم والهيدن يونت وبتستخدمه في الترين، والهذا زي ما شفنا في الدي ان ان كلاسيفاير نفس الكلام. فبالتالي الخريطه عندك واضحه ايش المطلوب بدك تعمل. لا مين اللي حكى لا؟ ايش المش واضح عندك؟ بدك تستخدم الدي ان ان ريجريسور على الهاوس برايسنج داتا سيت. تمام، هكيت في الهاوس برايسنج داتا سيت في عندك خيارين، يا اما بتجهز الفيتشرز تبعتك نوعين اللي هو كاتيجوريكال ونيومريك وتروح تدمجهم في تنسور فلو فيتشر عشان تعطيها للدي ان ان ريجريسور، يا اما بتريح راسك من الاول وبتعملهم بتعمل اكسكلود للكاتيجوريكال. تمام، الدوكيومنتيشن تبع تنسور فلو تبع الدي ان ان ريجريسور بتطولها هنا من الدوكيومنتيشن وبتشوف كيف تم استخدامها، وعندك مثال للدي ان ان كلاسيفاير موجود الرابط تبعه عندي، شوف كيف تمت الخطوات وحاول انه انت تستخدم زيه. واللي بخلصش الاكزامبل بدي اخلص عليه. تمام، نعم.